ازيكم عاملين ايه؟ معكم صوصيه جديد. النهارده بنتكلم عن مشتريات الشتويه بعد 5 سنين، دول 10، بعد 5 سنين من عدم الشراء. بعد 5 سنين ما اشتريتش هدوم شتوي خالص، بس بعد كده حسيت ان انا محتاجه هدوم شتوي بقى، ومقاساتي اتغيرت معرفش ازاي. 5 سنين مقاساتي مش هتتغير ازاي؟ المهم بقى تعالوا نشوف انا اشتريت ايه. بس قبل ما ابدا الفيديو اعملي لي لايك واشتراك، عشان 96% اللي بيتفرج عليا ما بيعملش اشتراك اصلا. يلا اعملي اشتراك دلوقتي ولايك للفيديو والحاجات اهي. طيب بصوا، انا اشتريت من ال سي وكيكي اغلب الحاجات، فهوريها لكم دلوقتي. هشوف اول قطعه هتحطوها معايا ايه، عشان انا حاطه كذا شنطه فوق بعضها. ده اول قطعه معايا، بنطلون الجينز ده وايلد ليج، تمام، اللي هي الرجل العريضه دي. بصوا هو رجله عريضه خالص اهو، شايفين؟ بصوا بقى، انا مقاسي اصلا في الطبيعي بيبقى 42، تمام، في ال سي وكيكي. فلما جبت 42 في البنطلون ده لقيته واسع كانه جيبه، يعني كاني جبتين لابسهم كده، فكان مظبوط، مش مظبوط نهائي. فرحت جبت المقاس الاصغر فطلع مظبوط عليا، وكان في استيك من ورا كده فهو ظبط شويه. هو بيبقى ضيق من هنا ونازل على واسع، تمام، فعجبني قوي. ده كان من ال سي وكيكي، تمام. ده اول قطعة انا اشتريتها. تاني قطعة الشراب ده، طبعا بصوا عامل ازاي، مرسوم عليه ارنوب. ده بقى خلوا بالكوا، اللي سوكيكي بيبيع الشرابات بتبقى بالمقاسات، يعني انا مقاسي 39-40، تمام، علشان لو جبت مقاس اصغر منك هو مفيش استبدال او استرجاع للشرابات، فاهمه؟ فانت خلي بالك برضو من المقاسات، عشان انا ما كنتش عارفه النقطه دي، انا بقالي سنتين بشتري منهم فبقيت اخلي بالي. بعد كده بقى ايه تاني؟ بنطلون بيج برضو من ايجي سي وكيكي. ده برضو مقاسي فيه 40، علشان برضو جاي على البنطلون اللي هو اسمه سلوشي. وتفتكروا هو اسمه سلوشي ليه؟ يعني اللي اخترع الاسم ده كان جعان مثلا فسموه سلوشي؟ انا مش عارفه بجد. اهو رجليه واخده زي غرزه كده من تحت، غرزه ايه، بصوا واخده كده يعني، فاهمين؟ ومن ورا عامل كده. هو انا مش عارفه قماشه بصراحه عامله ازاي، ولسه ما لبستهوش ولسه ما غسلتوش، مش عارفه لما يتغسل برده هيبقى عامل ازاي، خايفه بجد يبوظ. بس هو جبته عشان انا جايبه عليه شميز، هوريه لكم دلوقتي عشان يبقى طقم يعني على بعضه. وده انا ما بعملش كده كتير، يعني ما بجيبش طقم على بعضها كتير، بعد اجيب قطعه قطعه لوحدها كده، وبعد كده ايه الدولاب بيتملي على الفاضي. دي بقى القطعه اللي انا اشتريته عليها، الشميز ده والقميص ده. ده طالع موضه قوي، بس انا ما جبتوش عشان طالع موضه، انا جبته عشان عجبني ان هو الخامه بتاعته تقيله فهيدفيني، في نفس الوقت انا جايباه كانه جاكيت، يعني هلبسه مفتوح وهلبس تحتيه هيكون ابيض او هيكون بيج او بني، بس انا الاحسن ليا انا هلبس بيج او ابيض، عشان انا بحب الالوان دي. ما عنديش اي حاجه، ما عنديش اي هيكون بني يعني، ما لا ما فيش. هبص على الدولاب عشان ما حدش يقول انا ببص على اي حاجه. المهم بقى ايه، هو برده فيه زي شراشيب من هنا، تمام. طبعا يعني الشراشيب حلو، بس انا لو كان لو كان متني كده بالنسبه لي احسن، يعني انا بحب بصراحه الحاجات اللي هي تبقى عاديه دي، بس يعني قلت عادي، هو عاجبني فالنقطه دي مش هتضايقني فيها. ده برده عجبني قوي. ممكن بقى البس عليه. على فكره يعني انا بستغرب برضو ان الناس اللي بتيجي تشتري لبس ما بيركزوش في الطرح كمحجبين، المفروض تركزي في الطرح جدا، عشان الطرحه هي اللي بتعمل الطقم. فانا بصراحه جبت عليه طرحه، انا عندي طرحه بيش فاتح، هي راحت فين؟ استنوا كده، اهي اهي. بصوا البيج الفاتح عليه اهو نفس الدرجه دي. وبرده جبت طرحه نفس اللون البني اللي هو الغامق ده، بس حسيت ان البيج الفاتح هيبقى حلو، يعني حسيت ان ده كمان هيليق على بشرتي. فانت لازم تركزي جدا على الطرح اللي انت بتشتريها على الطقم، علشان الطرحه هي اللي بتنطق الطقم، هي والشوز والجزمه، الشوز والجزمه. وبعد كده اشتريت برده الشرابات دي، بس دي كانت من ديفاكتو. انا اللي عجبني فيها ان هي بتلمع كده، شايفين فيها لمعه كده، انا بحب الحاجات اللي فيها بتلمع قوي، بحس كده ان انا ايه، انا لسه برده ما لبستهوش. انا بحب بقى الشرابات اللي هي الطول ده، اللي هي تبقى باينه من البنطلون، استنوا كده، تبقى باينه من البنطلون، تمام. بس في ستايلات يعني، المفروض
في حاجات معينه كده بيبان فيها الشراب، وفي حاجات طبعا بيبقى لو الشراب باين بتبقى شكلها مش حلو. تمام. هو انا اشتريت حاجه تانية ولا لا؟ مش فاكره. اشتريت حاجه مهمه قوي، ثانيه واحده هوريها لكم. طاطا بص حاجه كبيره ازاي. ده بقى ايه تفتكروا ده ايه؟ ده اول حاجه بروش، انا بحب الحاجات دي قوي. ده دبوس ممكن البسه على اي حاجه، 15 جنيه. ده بس بص اصلا عامل ازاي، حلوه قوي بجد. وجبت بقى حاجات كنت بدور عليها. انا اغلبيه لبسي طرح شيفون، او حرير بتبقى ضعيفه. تمام شايفينها اهو. فالمهم انا جبت الدبابيس دي اهي، اللي هي الدبابيس اللي هي ايه دي، وفي منها مغناطيس. انا جبت 2 من دول، قلت اجربهم الاول من المحل ده. المحل ده في المنصوره اسمه تينكر بيل، انا جايبه الواحد ب15 اهو. واحد ابيض لولي عشان يليق على الطرح اللي هي الفاتحه، وواحد اسود. طب بس لسه مجربتهمش علشان ما بخرجش كتير بامان. ودي الطرحه الثانيه انا كنت شاريها على الشميز، بس حاسه يعني هو عشان تبقوا معايا برضو على الخط اهو، نفس اللون بالظبط اللي هو بتاع الخط الغامق ده. انت فين يا عم؟ اهو نفس اللون بالظبط. فلسه هجرب اشوف ايه اللي حلو وايه اللي وحش. بس انا اصلا عموما بحب اللون ده قوي، بحب اللون اللي هو الطوبي ده وبيليق على بشرتي قوي. ف انت لو لوني، اهو بص لوني عامل ازاي، لو انت لوني هيليق عليكي. ف اللون ده محدش بيلبسه كتير كده. خلاص ما فيش حاجه اشتريتها تاني يعني، ما افتكرش. خلاص هو دي هدومي كلها. وكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك المشتريات الشتويه بتاعتي، واستنوا التنسيقات بتاعتي هعملها في فيديو. وكمان هعمل الصور لما اعمل الفيديو هنزلها على الانستا بتاعي، فتابعيني على الانستا عشان يبقى معاكي صور وفيديو. وما فيش حاجه تاني عندي نهائي. انا نزلت لك الصور عشان لو انت عايزه تسيبيها، وهنزل لك الفيديو علشان تتسلي كده وتشوفي الحاجه على الطبيعه وانا بتحرك بقى وكده. المهم اعملي اشتراك واعملي لايك علشان 96% اللي بيتفرجوا عليا ما بيعملوش اشتراك اصلا. هفضل اقولها لكم مدى الحياه، عشان انا اتخضيت من الحته اللي انا شفتها دي، كاتبين 96% غير مشترك. يعني انت كده مش فاهمه ازاي. بشوفكم الفيديوهات الجايه، ويلا باي باي.